السلام عليكم حبيبتي الغاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وبخير وعافيه. ان شاء الله تجوزوا نهاركم مبروك. اليوم جيتكم بوصفه خاصه بصبغ الشعر، وصفه رائعه جدا للعيد، يعني لصبغ الشعر في المنزل فقط. يعني هذه الوصفه فيها مكونات طبيعيه، مكونات كيميائيه، وهذه الوصفه يعني رائعه جدا، وكل البنات كامل يحبوا هذا اللون اللي راح نديروه اليوم، واللي هو اللون الاشقر يعني او اللون الخروبي. يعني على حساب الشعر تخرج هذه الوصفه، يعني يا اشقر يا خروبي. هذه الوصفه يعني هايله بزاف، والبنات حتى يعني البنات 15 سنه 17 سنه هذه الوصفه تخرج عليهم هايله، ولانها ما تخسرش الشعر، فيها مكونات مفيده جدا، يعني فيها هذه المكونات فيها بروتينات رائعه جدا لترطيب الشعر وتنعيمه. ولكن قبل ما نبدا في الوصفه، نتمنى بكل واحد دخل عندي جديد للقناه ما تنساوش تشتركوا في القناه، كذلك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم جديد امجيه. نبدا مع اول مكون في الوصفه واللي هو صفار البيض. بالنسبه لهذه الوصفه يعني بالنسبه للشعر القصير، اذا كان شعرك طويل ضعفي المكونات. نمر للمكون الاول واللي هو صفار البيض. راح نستعمل صفار بيضتين، يعني صفار بيضتين. البيض مفيد جدا للشعر، يعني يعتبر كبروتين للشعر، مناعم للشعر، ويغذي الشعر تاعنا ويخلي انه الشعر ينمو ب يعني سرعه كبيره. المكون يعني الخاص بالصبغ واللي هو الكركم، استعملوا الكركم عادي يعني تاع المطبخ. نستعمل ملعقتين كبيره ونصف من الكركم، تكون يعني مملوءه ماشي بومبي. هنا هذا الكركم يعني كذلك مفيد لصبغ الشعر، وكذلك مفيد للشعر، يعني مفيد لتكثيف الشعر اللي يحتوي على مادة الكركميين، اللي مفيدة للشعر لتكثيف الشعر، وكذلك يعني لتنعيم الشعر وتقوية الشعر، يعني هايل بزاف، ويعطي لون للشعر يعني لون خروبي او لون الاشقر. يعني هنا قلت لكم على حسب لون الشعر يعني لاباز اللي في شعرك. بالنسبه للمكون يعني الكيميائي اللي راح يخلي يعني الصبغ تاعنا الصبغه تاعنا تخرج في الشعر، اوبليجي نديروه، يعني لازم نديرو هذا المكون، واللي هو الكريمه المؤكسده. يعني فوليوم تاعها او الحجم تاعها 30، حجم تاعها 30، او الفوليوم تاعها يعني 30. هذه الكريمه هي اللي راح تخلي الصبغه تاعنا يعني تخرج وتعطيك اللون اللي راك حباته. الا ما درتيهاش ما راحش يخرج اللون كيما راكي حباته. نديرو ملعقه واحده من الكريمه المؤكسده، او ما يسمى بالكريمه الاكسجين كريمي الخاص هذو بالصبغات. حنا يعني بدلنا فقط يعني القاروره تاع الصبغه، بدلناها بالبيض والصفار البيض والكركم. هنايا باش تكون الوصفه شبه طبيعيه، هنا راح نستعمل معاها زيت اللي يحافظ لك على شعرك، يعني الزيت اللي نتيا موالفة ديريه للشعر تاعك، يحمي لك الشعر تاعك، او اللي متعود عليه الشعر تاعك، او السيروم اللي عندك يعني راح تضيفيه. انا هنا راح ندير زيت الخروع، يعني لان زيت الخروع صراحة مفيد جدا للشعر، ويجي على الشعر تاعي يعني يجي ما شاء الله. انا راح ندير منه ملعقة يعني صغيرة فقط منه زيت الخروع. تقدروا ديروا زيت اللوز، زيت الزيتون، ولكن زيت الزيتون يعني ما ننصحش بالناس اللي دايره اللي ماشي يديروا زيت الزيتون لانه يحمر. وكمان هذه الوصفه ما ننصحش واحده دايره ليماج باش ديرها، لان هذا اللون اللي دايرين ليماج راح يولي اللي سخته اللي دايرين ليماج يعني بيضين، راح يولي اللون تاعهم كركم، يعني لون كركم حيولوا كيما الزعفران. على هذاك يعني ننصحكم اللي دايره لون اللي دايره يعني ليماش ومكثره في شعرها، ننصحها انها ما تديرش هذه الوصفه، يعني فقط للشعر اللي دايره لاباس تاعها شاطة او لون بني او يعني اي لون راح تخرج لها، او حتى الاسود الطبيعي مش الاسود المقوب اللي نديروه صبغه، يعني في صبغه لكي دايره المقوب وصبغه ثانيه كذلك ما تخرجلكش، يعني اسود غامق ما راحش تخرج لك هذه الوصفه. يعني ننصحكم البنات باش ديروا هذه الوصفه على اللون اللي دايره يعني شاطه، واللي كان دايره يعني اي لون حبت ديرها تنزعيه بلوريا الطروا باش يولي اللون تاعك شاطه، وديري له هذه الوصفه راح تخرج لك يعني لون خروبي يعني كركمي، لون اشقر لامع وجذاب وجميل جدا، وشعر حريري.
يعني ما شاء الله هذه الوصفه حتى البنات فوق 15 سنه تقدروا ديروها لهم، يعني وصفه رائعه جدا. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم. بالنسبه لطريقه الاستعمال، حنضع هذه الوصفه على كامل الشعر، يعني كيما نديروا الحنة وكيما نديروا الصبغه ديالنا، مشيها بانسو ولا مشيها بيدك ولا باي طريقه. هنا ننصحكم ما تمشوهاش بيديكم، لان يعني ديروا قفازات بلاستيكيه لان فيها الاكسيدون او كيسمى الكريمه المكسده تضر باليدين. راح نديروها على الشعر تاعنا، نغطوها بكيس بلاستيكي. بالنسبه لمده يعني باقه هذه الصبغه على الشعر، حنخلوها مده 4 ساعات كامله، 4 ساعات او 3، يعني انتي بقاي طلي على الشعر تاعك خطر خطر وطلي عليه، حتشوفي الا خرج لك الصبغه ولا ما خرج لكش. زيدي خليها وقت اطول، يعني راهي تخرج لك هايله وما شاء الله عليها، خاصه في العيد ان شاء الله، يعني راح تصبغي الشعر تاعك بطريقه سهله وبسيطه. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تخلونا لايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.